السلام عليكم. اليوم صباح رحت المشروع تاع ملعب الدويرة باش نشوف إذا فيها أشغال جديدة ولا شيء جديد، لكن ما خدمنيش ندخل الملعب، وصورت لي باركينغ اللي كاين، يعني خديت صورت من خارج الملعب، لأن أعتذر ما خدمنيش ما كاش كيفاش. قال ممنوع، والمعلومة المهمة هو أن الأشغال راهي حابسة فيها بعض، يعني عمليات قليلة جدا فيها. يا ربي اللي شفت، أنا شفت يا ربي 5 ولا 6 عمال، لأن يعني الظاهر هو أن الأشغال راهي حابسة. إذا صورت لي باركينغ سو تورتور على الملعب، وإن شاء الله في المرة المقبلة نحاول نشوف كيف ندخل الملعب باش ناخذ صور عن الملعب هذه اللي للأسف الأشغال راهي حابسة فيه. إذا نخليكم تتابعوا هذا الفيديو بدون ما نعلق بزاف، نخليكم تتابعوا هذا الفيديو الدورة عن الملعب، وكذلك فيه يعني السياج تاع المداخل والأشغال اللي حول الملعب على مستوى الباركينغ ومراكز السيارات وفي بعض المساحات الخضراء وكذا. إذا نخليكم تتابعوا الفيديو، وإن شاء الله ناخذ موعد آخر في فيديو آخر نحاول ندخل للملعب. إذا أترككم تتابعون يعني، والسلام عليكم. انتوما الناس كان يجيو يصوروا،
تقول حقيقة صحيحة.